السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة سمية. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نوجد معكم دجاج محمر. دجاج محمر بطريقة الأعراس، اللي كيجي مقرمل من برا ومحمر مزيان وطيب من الداخل مع تسير الضغميرة ديالته. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم، الى عجبكم الدجاج ديال اليوم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم، ما تبخلوش عليا باللي لايك وبالتعليقات كي جاتكم الوصفه ديال اليوم. عندي 4 بصلات محكوكين صغار، خمسة ولا ستة ديال فصوص الثومة مهروسين، بقدنوس مقطع، معلقة كبيرة حامضة مصيرة، الملحة كتبقى على حسب الذوق، نص معلقة ديال الكركم، نص معلقة صغيرة، نص معلقة ديال الزنجبيل، دائما معلقة صغيرة، فلفل أسود 4 معالق ما نكتروش، الزعفران شعره وبامكانكم تستغناو عليه، نص معلقه صغيره حكوا بين يدينا، خلطوا الكل جيدا. عندنا 2 دجاجات في حجم متوسط مغسولين مزيان بالملح والحامض، غادي ندخل التتبيله لداخل بيدي مزيان، تتبلها مزيان حتى تدخل فيها داك التتبيله، بين الجلد حتى هو ناخذ الدجاجة الأخرى، هي نتبلها نفركم بداك التتبيلة مزيان حتى تدخل فيهم وبين الجلد إلا كاينة شي خوا، وغنخلي الدجاج دياولي ياخذوا داك التتبيله يشربوها مزيان. غنغطيهم بكيس بلاستيكي وندخلهم للثلاجة، انا عندي الوقت غنخليهم وقت كافي، انا مشرملاهم قبل، غنخليهم وقت كافي 2 أو 3 سوايع على حسب الوقت اللي عندكم، حيت كل ما دخلاتهم الشرميله اللي درنا ليهم كل ما كان مزيان وكيجيو لذاد. نتلاقاو ان شاء الله من بعد. خلينا الدجاج ديالنا حتى خدا داك الشرموله مزيان شي 3 سوايع او 4، غادي ندوز دابا نطيبو. ناخذ طنجره نحط فيها شي 2 معالق ديال الزيت، الزيت انا خديت زيت الزيتون، وغادي ناخذ دجاجة نحطها فيه ونخوي على هذيك الشرمولة، غادي نخوي عليها 3 البصلات مقطعين، هذه طنجرة صغيرة غادي نطيب غير دجاجة بدجاجة،
وغادي نضيف نص ملعقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره ديال الثومه بودره، وربع معلقه ديال الكركم، وربع معلقه ديال الفلفل الاسود. وناخذ الماء سخون سخناه من قبل، نخويوه عليها في جناب، ونخليوها طيب. من طيب نحيدوها ونحطو الاخرى اللي باقيه في نفس المرقه ونرجع ان شاء الله. طاب الدجاج ديالي خرجته من الطنجره وخليته برد، غادي ندهنو بالزبده، ندهنو كله مزيان، وغادي ندخلو الفران مسخناه على درجه 280، مسخناه من الفوق ومن التحت. غادي ندخل الدجاج نخليه يطيب من الفوق ومن التحت يتحمر، هو اصلا راه طايب غادي غير يتحمر، ومن بعد ما يتحمر وياخذ داك اللويين ديالو الذهبي نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. حيد الدجاج، خليت المريقه ديالي تنشف حتى ولات بهذا القوام هذا، غادي نخليها مازال تزيد تغمر. والدجاج ديالي دهنته بالزبده وحطيته في الفران يتحمر، نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يتحمر تنشف. تحمر الدجاج من الفوق ومن التحت حتى تكرمل مزيان، وديك المريقه نشفات ولات عاقده تغمرات، حطيته في طبق التقديم وزينته بشويه ديال الزيتون والحامض. وبصحه والراحه، نتمنى طبق اليوم يعجبكم، نتمنىكم تجربوه، غير تجربوه وما غاديش تندموا. وشكرا بزاف بزاف على التعليقات اللي كتخليو لي في لي فيديو، وشكرا على الاشتراك، والسلام عليكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.